بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالأصول الخمسة وتفصيل الإيمان باليوم الآخر. ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان بالبعث والجنة والنار، لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن به إلا المنتسبون إلى دين الرسل كاليهود والنصارى، لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل، لكن بعث الناس من قبورهم هذا قدر مشترك يؤمن به جميع المسلمين، ولا ينكره إلا الخارجون عن أديان الرسل. ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم الآخر. قال تعالى: قاف القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم جاء الرد عليهم في نفس السورة، في السورة من أولها إلى آخرها في شأن القيامة، وهذا المعنى ثني في القرآن كثيرا. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فحكى الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد الأجساد، وأنكر عليهم ذلك وأبطل دعواهم، وذكر الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه في آيات كثيرة، وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة: أولا الاستدلال بخلق السماوات والأرض، ثانيا الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ثالثا الاستدلال بالنشأة الأولى، رابعا الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق. تجد هذه الأربع تثنى في القرآن في آيات كثيرة. فمثلا في سورة قاف لما ذكر الله عن المكذبين إنكار البعث ذكر الأدلة الدالة على بطلان قولهم وبيان صحة وإمكان البعث، فقال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا الدليل الأول. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذا الدليل الثاني، أي الخروج من القبور كإخراج هذا النبات من الأرض. الدليل الثالث بعد ذلك: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فتارة يذكر الله هذه الأدلة في سياق واحد أو في سورة واحدة، وتارة يذكر الله منها اثنين، وأحيانا يذكر واحدا. فمثلا في سورة الحج:
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. الآية. هذا استدلال بالنشأة الأولى، ثم قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وهذا استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. وهذا المعنى تجده أيضا في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة ربك، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وجاءت هذه المعاني في سورة ياسين، وآية لهم الأرض وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كلها فيها الدلائل على القدرة، لكن في آخر السورة ذكر خاص لهذه القضية. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء الرد في نفس الآية قبل التصريح بمقالة الكفار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فذكر الحجة على إبطال الدعوى قبل ذكرها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا استدلال بذكر النشأة الأولى إلى قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ومن هذا القبيل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو استدلال بخلق السماوات والأرض وأن من أبدعها أقدر على خلق الناس وإعادتهم. وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتى فذكر الله في سورة البقرة فذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع. الأولى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الثانية قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الثالثة قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الرابعة قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الخامسة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى فيه استدلال على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه قادر على إحياء الموتى وما يترتب على ذلك من الحساب، وقد بيّن ذلك في كتابه العزيز أكمل بيان وأوضح حجة بدلالة قوله تعالى: يوم تشقق الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، إلى آخر الآيات، كلها فيها دلالة على كماله قدرة الله جل وعلا في إحياء الموتى. وجاءت في سور القرآن متعددة من البقرة حتى آخر السور، كلها فيها دلالة على إحياء الموتى، وأن الله جل وعلا قادر على ذلك، وأن الإيمان بالبعث واجب ولا ينكر البعث إلا الكافر، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والإيمان باليوم الآخر واجب إجمالاً وتفصيلاً، إجمالاً كما قال تعالى في هذه الآيات في البعث ودلالته، وتفصيلاً كما قال سبحانه وتعالى في بعث الخلائق من قبورهم وحسابهم، وجاء في صحيح السنة بيان ذلك، وأن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء. فحري بنا أيها الإخوة أن نتأمل وتدبر آيات الله في القرآن، ونأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ، ولا يكون عندنا أي شك ولا أي ريب فيها، فهي ثابتة بالكتاب والسنة، سواء عقلنا المعنى أو لم نعقله، فلا يجوز لنا أن نورد بعض الأشياء، بعض الاعتراضات على قول الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى، فيجب علينا الإيمان بذلك إيماناً مجملاً ومفصلاً. كل ما يتعلق باليوم الآخر نؤمن به ونصدقه، ولا يكون عندنا أي شك ولا أي ريب في ذلك. فلذا جعل الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي يلزم الأخذ بها، والإيمان بها مجملاً وتفصيلاً. كذلك الإيمان باليوم الآخر يجب على كل إنسان أخذ برسالة رسول من الرسل كاليهود والنصارى، لأن الرسل دعوا إلى هذا من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: ومن أمي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأنكر الإيمان بالبعث الكفار غير اليهود والنصارى. كان اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث، لكنهم عندهم التزامات وأقوال ما وردت في الشرع، وأما الكفار فهم الذين ينكرون البعث، كفار قريش وكفار العرب
كلهم ينكرون البعث واعتجبوا منه عجبا شديدا. قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. وقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم جاء الرد عليهم في نفس السورة، فالسورة من أولها إلى آخرها بشأن القيامة. وهذا المعنى ثني بالقرآن كثيرا، كرر في القرآن كثيرا، لأن الكفار ينكرونه، ومن أنكر البعث ما يستفيد من الإيمان بأي شيء غيره، لأن إيمانه بالبعث مربوط بإيمانه بالله وكمال قدرته. فإذا آمن بالله ولم يؤمن بالبعث فقد رد الإيمان بالله بإنكاره البعث. والله جل وعلا يستدل على البعث بأمور ظاهرة حسية، وأما طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة: الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فهو الخالق وهو القادر على كل شيء، والقادر على خلق السماوات والأرض قادر على البعث من باب أولى. الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها كذلك، هذا دليل على أنه جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، فإحياؤه للآدميين من باب أولى وأسهل. الاستدلال بالنشأة الأولى، فالله الذي أوجد الخلق على غير مثال سبق قادر على أن يبعثهم. الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق، فقد جاء في القرآن في أول سورة البقرة حالات أحيا الله جل وعلا فيها الميت بعد موته، وتكلم وعاده إلى موته عادة ثانية، ومنهم من استمر في حال حياته كالذين ألقي عليهم الموت ثم استجار الله استجار موسى عليه السلام بربه بأن يحييهم فأحياهم جل وعلا. وهكذا فالله جل وعلا على كل شيء قدير، ويلزم الإيمان بالبعث مطلقا ومفصلا، فالله جل وعلا هو الذي يبعث الخلائق بعد موتها، ومن أنكر ذلك فلا فائدة في إيمانه بالله ولا إيمانه بالرسل، لأنه لو آمن بالله وبرسله لأتى بما يأتي به الرسل من الاستدلال، واستدل على ذلك بكمال قدرة الله جل وعلا. تجد الآيات الأولى في نزول القرآن كلها تقرر البعث وتؤكده وتبينه، وهي في جميع في غالب سور القرآن تقريبا، لأن الكفار أنكروا ذلك واستبعدوه، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، ورمنا الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. كل هذه الآيات من كتاب الله تدل على البعث، وأنه سهل ميسور على الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء، ولا يقيس العبد
أحدا بالله جل وعلا أو يعترض على الله جل وعلا فيما يريد، فهو جل وعلا يقول ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه. وهذه الآيات واضحة والاستدلال بها بين واضح جلي، فحري بنا أن نتدبرها ونتأملها ونحفظها حتى نستدل بها على من يخالفنا في هذا الأمر. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من المتقين الأبرار، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.